بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو بتاريخ 15/3/2020. قوات مكافحة الشغب تخرق الهدنة للمرة الرابعة على التوالي، وقاموا بإحراق الخيم التي نصبت من قبل المتظاهرين السلميين. هذا الفيديو بتاريخ 15/3/2020. تمام، هذه اطلاقات الصتم باتجاه المتظاهرين، وهذه الدخانية. أكثر من مرة يقومون بإخراق الهدنة، وقاموا بإحراق الخيم التي وضعها المتظاهرون السلميون.